في تصريح خاص لمركز الأخبار، أشاد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير صناعة والتجارة والسياحة بجهود المتطوعين الذين انضموا للعمل في إدارة التفتيش من خلال المنصة الوطنية للتطوع، وبدورهم في تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، شاكرا لهم تحليهم بالروح الوطنية والعمل الجاد الذي ترجمته مشاركتهم البناءة مع مفتشي الوزارة. اضطرينا ان احنا نستعين بعدد كبير من المتطوعين عشان نغطي اكبر مساحه ممكنه من السوق المحلي في البحرين، والحمد لله يعني قاموا بعمل مشرف، والشكر موصول ايضا لهم على هذا العمل، خصوصا ان في هذه الحملات اللي قمنا فيها كثير منها ما كانت في ايام الاسبوع، تكون في عطله الاسبوع او حتى بعد ساعات العمل، وبعضها حتى في ساعات متاخره من الليل او حتى في ساعات باكره من الفجر، وهذه طبعا تطلب فريق عمل كبير، ونعتقد ان الحين ان شاء الله تكون فتره مرحليه ونتعداها ان شاء الله بفضل القيادة الرشيدة وتوجيههم وتصديهم لهذا الفيروس، وكل من ساهم الحقيقة من مؤسسات الحكومة أو حتى من المجتمع المدني في البحرين اللي أدى إلى نجاح كبير في التصدي لهذه الجائحة، وأصبحت البحرين يعني مثال يحتذى به عالميا. فالحمد لله هذه يدل على وعي المجتمع البحريني، يدل على حب الوطن، وإحنا شاكرين وفخورين بما قدموه ونشكرهم، وإن شاء الله نأمل في المستقبل للمزيد من الشراكات بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في خدمة البحرين ومجتمع البحرين. أكثر من 350 متطوعاً انضموا للعمل في إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة منذ بداية جائحة كورونا، ليكون لهم بصمة واضحة في حماية المجتمع من انتشار الفيروس من خلال تكثيف الرقابة بمعية المعنيين في القسم، رغبة منهم في التطوع في المهام التوعوية المختلفة للمحال التجارية. من أوائل المتطوعين مع وزارة الصناعة والتجارة، والحمد لله بدينا جولات كثيرة في تفتيشية بالتعاون مع الوزارة، وما قصروا صراحة المفتشين في الوزارة وجميع أعضاء الوزارة يتعاونون معنا، واكتسبنا كثير من خبراتهم. وإحنا يعني ما تطوعنا إلا بدافع الحس الوطني، على أساس إن شاء الله نقضي على جائحة الكورونا. وبصراحة يعني جميع المحلات يعني حسينا بعد يعني حن تقريبا لنا سنة من تطوعنا، إلى الآن نلاحظ يعني تجاوب كبير من المحلات، يتعاونون معنا. توعية مستمرة وجهود متواصلة بذلها المتطوعون على مدار عام كامل أثبتوا فيها بأن شباب البحرين قادرون على مواجهة الصعاب بكل حزم، خصوصا وأن انضمامهم لمشاركة فريق البحرين ينمو عن حرصهم على مساندة الحكومة الموقرة في التخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة. أنا ما كانت عندي أدنى فكرة عن عمل المفتش، فهاي كان إكسبيرينس لي أنا، خبرة لي أنا أضافت لرصيدي، ومنها أخدم فيها مجتمعي، وفرصة كلش حلوة وسعيدة، وإن شاء الله نواصل ويا الوزارة لين ما تنجلي هاي الأزمة إن شاء الله. إحنا نوعي الناس شلون يلتزمون بشروط السلامة اللي حطتها وزارة التجارة والصناعة علشان ما يصير ينتشر المرض زيادة. في البداية كنا يعني نروح نفتش الصالون بحيث إن هم ملتزمين بكافة الشروط، ما في مقاعد انتظار، ومثلا الكراسي معقمة، الأدوات one use، استعمال واحد فقط. روح وطنية وطاقات معطاءة جسدتها ثلة من المتطوعين عملوا على مدار العام بلا كلل أو ملل، ترجمتها مشاركتهم البناءة مع مفتشي الوزارة بنفس الهمة رغم مرور حوالي السنة على عملهم التطوعي، ما يعكس روح وأصالة القيم في المجتمع البحريني الواعي الذي يعمل كفريق واحد وهو فريق البحرين، معززا حس المسؤولية والواجب الوطني.
التي تجربة إشراك المتطوعين في مساندة مفتشي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في المهام التوعوية المختلفة التي نمت الحاجة إليها في هذه الظروف الاستثنائية، كان له دور كبير في توعية المحال التجارية بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من أجل البحرين. خولة القرينيس، المركز الأخبار، تلفزيون البحرين.